السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أخي وأختي في الإسلام، موضوعنا اليوم هو عن الشذوذ الغربي العلماني. Brothers and sisters, today's topic is about the secular Western anomaly. فلسفة الغرب العلمانية المادية أنتجت للبشرية مأساتها الفريدة الشاذة. فلأول مرة في التاريخ البشري يلغى المعنى والغاية من الوجود الإنساني، ويصنع دين وضعي من دون قيم ولا أخلاق ولا معايير ولا مقاييس للخير والشر. مرجعيته النهائية هي إنكار أي مرجعية، وهذه الإباحية المعرفية الشاذة لا تعرف لا مقدسات ولا مطلقات ولا حقائق ولا محرمات، حيث الإنسان العلماني في العراء الحضاري التام. ففي تفكيكه هو مجرد مادة صماء وكتلة عضلية مادية، يتم توظيف هذه الطاقة العضلية إنتاجا واستهلاكا في ضمور تام وإقصاء شامل لأي حس قيمي أو أخلاقي أو إنساني، مع جحود تام لأي صلة بخالق الإنسان ومدبر أمره. وهكذا انتهت الفلسفة العلمانية المادية في شذوذها إلى إنجازها الأهم، وهو إلغاء العقل نفسه وأداة فهمه لمعناه وغايته، بل حولته إلى كائن مادي خالص تحركه دوافع مادية خالصة لا تتجاوز عالم المادة. والهدف من هذه الحركة المادية الصرف هو هدف مادي بحت، وهو اللذة. ولا تتصل هذه الدوافع والإشباعات بخالقها أو ببعث ونشور وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار وقيم وأخلاق وحلال وحرام. وهكذا انتهت المنظومة الفلسفية العلمانية المادية إلى الجنون المادي وعدمية اللا معنى كفلسفة حياة. ترجمتها أنظمتها بصدق خالص، فبات الشذوذ سمة الفلسفة والحياة. فالديمقراطية هي التي مكنته من إحلال كنيسته العلمانية بدلاً من الكنيسة الباباوية، وإحلال ذلك التحالف السافر بين الرأسماليين والساسة العلمانيين، محل تحالف القساوسة والملوك الإقطاعيين. ثم انتهت الفلسفة العلمانية من صياغة شذوذها السياسي في تحويل الدولة ووظيفتها أو مهامها السياسية من دولة لخدمة المجتمع إلى دولة لخدمة شؤون ومصالح طبقة الرأسماليين المهيمنين أصحاب البنوك والشركات الكبرى. وانتهى المجتمع الغربي بل العالم معه إلى غابة دستورها الافتراس وقانونها الأعلى البقاء للأقوى، ونظامها السياسي الشاذ هو مجرد وسيلة لإدارة التوحش. ثم في شذوذها أعادت الحضارة العلمانية المادية صياغة مفاهيمها للإنسان والاجتماع البشري على ضوء معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية. فصار الإنسان هو سلعة وحولته إلى مادة إنتاجية واستهلاكية قابلة للتوظيف بأقل التكاليف لتحقيق أعلى عائد وربح في وقت قياسي. فالكلفة والثمن والعائد والربح والوقت وساعة الإنتاج والاستهلاك هي المعايير الحاسمة والصارمة في الرؤية العلمانية المادية الشاذة للنوع الإنساني.
والعلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة. ثم حولت الحضارة الغربية العلمانية عصارة شذوذها الحضاري في تناولها لمسألة النوع الإنساني ونظامه الاجتماعي، فحطمت وهشمت حقيقة الرجل والمرأة والأسرة، وانتحلت في شذوذها مفاهيم ومصطلحات ودلالات شاذة لمسخ النوع الإنساني وتشويه اجتماع النوعين. فكان قيح شذوذها مصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي، بمعنى أن نوع الإنسان الذي يشير إلى جنسه من كونه ذكراً أو أنثى لا تحدده خلقته وسماته البيولوجية والفسيولوجية التي تميز الذكر والأنثى، بل المعايير والقوالب وأعراف المجتمع والثقافة السائدة والأفكار والتصورات الثقافية لمعنى الذكورة والأنوثة، وهي تحديداً القوالب الثقافية العلمانية. فهذه الأخيرة هي من يصوغ الإنسان جنسياً ويحدد نوعه الجنسي، يحدد نوعه الجندر، بمعزل عن نوعه الحقيقي وطبيعة خلقه، وفي شذوذها وتطرفها باستحداثها لمفهوم الجندر أحدثت العلمانية الغربية قطيعة وانفصاما شاذا بين جنس الإنسان الحقيقي وغريزته الفطرية وبين الممارسة والإشباع الشاذ. فتشكلت ونمت تلك السلوكيات الشاذة المتطرفة واتخذت أشكالا متعددة لم يعرفها تاريخ البشرية، حتى قوم لوط في قبيح صنيعهم لهذا الفعل اقترفوها بوصفهم ذكورا لا شيئا أو نوعا آخر. ثم استحدثت الفلسفة العلمانية في شذوذها مفهوم المساواة الجندرية، أي لا خصوصية للرجل أو المرأة ولا فوارق بين الذكر والأنثى. ثم عولمت هذا الشذوذ الاجتماعي عبر مؤسساتها الدولية وجعلته جزءا من إعلانها المعلوم لحقوق الإنسان، وجعلته شرطا مسبقا للتنمية المستدامة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان العلمانية. ثم أصبح هذا التشويه الجنسي ومسخ النوع البشري سياسة دولية تم فرضها قسرا حتى على الأطفال في الروضات والمدارس عبر مناهج التعليم وألعاب الكرتون. وتبنت مصطلح الجندر الأمم المتحدة في مؤتمر بكين عام 1995 ميلادي، وتم ترويجه بكثافة سردية لطبعه في الأذهان. في كل هذا ما كانت هذه الفلسفة العلمانية الملعونة إلا نفث ونفخ إبليس الرجيم، وما كان اللعين ليتوقف حتى ينهي المسألة الاجتماعية للنوع البشري بالكامل ويتم شذوذه. فكانت لعنة سيداو، اتفاقية سيداو هي اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفكيكا للمرأة والأسرة، وعبرها تمت عولمة هذا الشذوذ الاجتماعي في قالب اتفاقية دولية تحت بند إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، علما أن هذه المرأة في الرؤية العلمانية المادية هي ذلك الجسد المادي حصرا وقصرا. فبعد تفكيكها عبر المعيار المادي وتحويل المرأة الشيء والسلعة والمادة الإنتاجية والاستهلاكية، تم تحديد قيمتها المادية في ثمن جاذبيتها الجنسية ومردود اللذة الاقتصادي منها والربح المستخلص بعدها. وفي التحليل الأخير انتهى شذوذ الغرب الاجتماعي ومعياره المادي الشاذ المدمر بالمرأة إلى بغي كمنتج اقتصادي، منتج للذة ومستهلك لأدوات الزينة والتبرج ومدر للربح. فالغرب الكارثة في شذوذه وتطرفه حول المرأة إلى مومس، وحول الدعارة والبغاء إلى حريات شخصية غايته صناعة وتجارة في لحوم البشر، وفي شره يسعى لتعميمها وعولمتها. وسيداو هي الاتفاقية الناظمة لعولمة
هذا المقت والشذوذ الاجتماعي في سحق كافر لكرامة المرأة ومسخها ومسخ إنسانيتها عبر تحويلها إلى البغي، السلعة والبضاعة، خدمة لشرذمة وحوش الرأسمالية ونماء لأرباحها. في لعنة شذوذه الاجتماعي استأصل النسل والأنساب والأرحام، فلا نسب ولا صهر ولا بنين ولا حفدة ولا أصول ولا فروع. فمع جندرة وشذوذه الجنسي لا أباء ولا أمهات ولا إخوة ولا أخوات ولا أخوال ولا خالات ولا أعمام ولا عمات ولا أجداد ولا أحفاد، بل جثة بشر منبتة لا نسل لها ولا غرس ولا جذور ولا فروع. الغرب اللعين حسم أمر انتحاره وشذوذه الحضاري، هو شفرته لقطع شرايينه، جاء في كتاب انتحار الغرب لكاتبه ريتشارد كوك وكريس سميث. إذا كانت هناك أزمة للغرب فهي أزمة تولدت تولدا داخليا، إنها تكمن في انهيار الغرب، إنها تكمن في الرؤوس الغربية، إنها تكمن في الأفكار. ويؤكد هذا المفكر السياسي الأمريكي باتريك بوكانان في كتابه موت الغرب من أن العوامل المسببة لموت الغرب وانهياره الحضاري الفظيع هي عوامل داخلية: انخفاض معدلات المواليد وذوبان العائلة واندثارها كوحدة اجتماعية، وعزوف النساء عن الحياة الطبيعية، طبعا الزواج وإنجاب الأطفال ورعايتهم، وعزوف الشباب عن مؤسسة الزواج وشيوع الجنس واللواط مع الحماية لهذه النزعات غير السوية. ما يخفيه هذا الشذوذ الاجتماعي من أهداف خفية خبيثة أشنع وألعن. فهذا التدمير الممنهج للإنسان قبل أن يكون فلسفة كان تصميماً وغاية لإدارة التوحش والتغول العلماني من طرف الفئة الحاكمة المهيمنة. وإن كانت الفلسفة الغربية وحضارتها في جوهرها شاذة، فالذي يغذي هذا الشذوذ المتطرف اليوم وينزع به إلى حدوده القصوى وهو تلك العصابة الرأسمالية المتحكمة في الدولة والمجتمع والموجهة للفكر والسياسة. فهذا الشذوذ المهلك اليوم بات سلاحا من أسلحتها للضبط والتحكم لاستمرار المنظومة على حالها في الداخل، وسلاحا من أسلحة دمارها وخرابها في الخارج لاستمرار استعمارها وهيمنتها. نشر وإشاعة انحلاله وإباحيته الجنسية وشذوذه الجنسي هو التنفيذ والتطبيق العملي لمقتضيات شذوذه الحضاري ورؤيته في تقليص البشر. وحوش الرأسمالية يسعون لتخفيض عدد سكان الأرض من أجل الوصول إلى المواد الخام وثروات تلك الشعوب بأقل كلفة عبر إبادتهم سلفا. سيتطلب الاقتصادي الأمريكي كميات كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج، خاصة من الدول الأقل نموا. هذه الحقيقة تعطي الولايات المتحدة اهتمانا متزايدا بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول. ويمكن أن يؤدي تقليل الضغوط السكانية من خلال انخفاض معدلات المواليد وتقليل عدد السكان إلى زيادة احتمالات هذا الاستقرار. بناء عليه تصبح سياسة تقليل السكان ذات صلة بإمدادات الموارد والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة بشكل مباشر. فهذه الإبادة للجنس البشري هي نهج أصيل وشذوذ متجذر في الفلسفة والحضارة العلمانية الشاذة، وأدواته تحديد النسل وتحطيم الزواج والزهد فيه والحروب الطاحنة والأوبئة الفتاكة المصطنعة والمفتعلة. ثم هذه الإباحة الجنسية انتهاء إلى هذا الشذوذ الجنسي ما هي إلا أداة من أدوات الإبادة والاستئصال. فالإباحة الجنسية والشذوذ الجنسي وهذا السعي النكد لإشاعتهم بين المسلمين هو حملة
في حرب حضارية صليبية نعيشها اليوم بقتل الإسلام والإيمان به فيه القلوب من ينزع الإيمان من قلوب المسلمين من أهله وضلالهم لإغراقهم في مستنقع علمانية. إنها لحظة الحقيقة العارية في ضوء ما تكشف عن من أزمات ساحقة وكوارث طاحنة وحروب عدمية وتوحش وتطاحن استعماري وعنصرية وإبادة بشرية وكل أصناف الشذوذ فلسفي وسياسي واقتصادي واجتماعي. فحتى الإنسان الغربي نفسه لم يعد يرى في المنظومة العلمانية المادية الغربية مشروع حياة أو وعمار وسعادة، بل أصبح يراها مشروع موت وشقاء وانتحار. فالحديث الدائر اليوم في الغرب هو عن تدهور الغرب وسقوط الغرب وانحطاط الغرب وانتحار الغرب وموت الغرب وعن مفاهيم الفناء لا للحياة. إن ثمرة حضارة الغرب العلمانية المادية كانت إلى أبعد الحدود قاتمة مظلمة، مصدرا خالصا لكل بؤس وشقاء، مستنقعا ومقبرة للفناء. يا أبناء المسلمين، يا خير أمة أخرجت للناس، أصحاب رسالة الإسلام العظيم وشهادة الحق على العالمين، أنتم طوق نجاة العالم وخلاص البشرية. فإسلامكم العظيم بناء تام الصنعة، ورؤيته أساسها عقيدة قطعية يقينية، قاعدته يقين حق ومعيار يقين حق متجاوز لعدمية المادة إلى خالق المادة ومدبر أمرها الخبير العليم. وهذه الرؤية المستنيرة تعطي الإنسان تصورا حقيقيا للحياة الدنيا فيراها على حقيقتها، وجود له ما قبله وما بعده، سببه وغايته ومصيره، فيصبح لوجوده وحياته سبب ومعنى وغاية، ويرتقي إلى سموه الإنسان تكريما بالسير على بصيرة وهدى خالقه وبارئه. يا معشر المسلمين، يا من له قلب سميع بصير، الحل هو الإسلام. قال الله تعالى: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.